قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. من 25 جنسية يقاتلون ضد الشعب السوري، تمولهم وتسلحهم وتدربهم السعودية وقطر وتركيا وإسرائيل وبإشراف أمريكي بريطاني فرنسي، ويغسل أدمغتهم شيوخ الفتنة المنتشرون في السعودية وقطر، إضافة إلى إرهابيين آخرين تم تجنيدهم في لبنان، وذلك كله بهدف تدمير الدولة السورية. هذا ما ورد على موقع صحيفة المنار المقدسية التي أكدت في تقريرها أن هؤلاء الإرهابيين يتدفقون إلى الأراضي السورية منذ الأسبوع الأول للأزمة فيها، ومن مختلف مناطق العالم من الشرق الأوسط وأوروبا وكندا وأمريكا عبر الأراضي التركية والأردنية واللبنانية. وتضيف المصادر كما نقلت الصحيفة أن هناك آلاف التوجهات من قبل المواطنين في تلك البلدان إلى السفارات السورية من أجل الاستفسار عن أبنائهم الذين غرر بهم وتم تجنيدهم بطرق وأساليب مختلفة، ونقلوا بشكل غير قانوني عبر تركيا والأردن ولبنان إلى سوريا وبتواطؤ من حكوماتهم. وتؤكد المصادر أن هناك حالة من الغضب بدأت تتنامى منذ فترة في أوساط العائلات التي تبحث عن مصير أبنائها، وهذا الغضب موجه ضد الدوائر الرسمية في تلك البلدان التي تخشى الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للمتدفقين إلى سوريا تحت يافطة الجهاد، مشيرة إلى أن الإفصاح عن الحجم والعدد الكبير للمتسللين إلى سوريا سيفضح الدور الرسمي في البلدان المذكورة لتسهيل مهمة انتقالهم إلى سوريا للانضمام إلى المجموعات الإرهابية المسلحة. كما نقلت الصحيفة عن خبراء مطلعين على ما يجري في المنطقة ويتولون إدارة مراكز بحث حيادية وجادة قولهم إن ما تتعرض له سوريا هو حرب بمعنى الكلمة، بدعم من أمريكا وحلفائها وأدواتها لتكريس حالة الفوضى وسفك الدماء. وكان من أهم ما ورد في تقرير الصحيفة هو تركيز الجهات الموجهة والداعمة والمجندة للمرتزقة الإرهابيين على استهداف الجهاز الأمني والعسكري في سوريا، محاولة تشويه صورة الجهاز الأمني في أوساط المواطنين من خلال إطلاق الاتهامات ونسج القصص الكاذبة والحديث عن قتل جماعي ومحاولة إلصاقه بالجيش العربي السوري. وكانت تقارير صحف غربية وعربية قد كشفت عن أن مئات المسلحين العرب والأجانب دخلوا إلى سوريا خلال الأشهر الأخيرة للانضمام إلى المجموعات الإرهابية المسلحة التي تمارس أعمال القتل والخطف والتخريب والتدمير في سوريا. إذن فعشرات الدول ترسل شبانها تحت مسمى الجهاد في سوريا، والعشرات أيضا تقوم بدعم وتمويل وتسليح هؤلاء الإرهابيين، ومن الأسابيع الأولى للمؤامرة على سوريا ليستمر فتح تلك الدول وفتح حكوماتها يوما بعد يوم. وللحديث تتمة. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.